أهلا بيكم في حلقة جديدة وحكايات من واتساب جدتي. إحنا كنا متفقين إن إحنا هنبني الحلقات بتاعتنا على المحاور التسعة اللي حملة التوعية بتاعت المركز الوطني للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات إي جي سيرت مركز عليها. النهاردة هنتكلم على المحور الأول فيها اللي هو راجع إعدادات الخصوصية والحماية الخاصة بك دائما. كلنا بنبقى حابين نعرف نفتح التليفون بسهولة وبنخاف ننسى الباسورد اللي عاملينها عليه، فكتير مننا مش بيحط قفل للشاشة، فده بيعرضنا لاحتمال إن طفل يلعب وممكن يتعرض لمحتوى غير مناسب لسنه، أو إن أي حد يتلصص ويطلع على خصوصيات صاحب الجهاز، أو عند ضياع أو سرقة التليفون لا قدر الله معلوماتنا كلها تبقى في إيد حد ما نعرفوش وما نعرفش ممكن يعمل بيها إيه. الحل؟ كل الأجهزة الحديثة فيها على الأقل نوعين من أنواع قفل الشاشة المتاحين دول، إما فتح قفل الشاشة بكلمة سر أو كود من 4 أرقام أو أكتر، أو فتح قفل الشاشة برسم شكل أو رمز، أو فتح القفل ببصمة الصوبع أو التعرف على الوجه. ضروري نشوف أنهي واحد فيهم مناسب لينا ونستعمله، ومفيش مانع إننا نستعين بحد من الشباب الصغير اللي ممكن يكون فاهم في المواضيع دي. احنا كده خلاص اطمننا ان بياناتنا مش متاحة لأي حد مش مسموح له انه يشوفها. خلينا المرة الجاية نتكلم على إعدادات خصوصية خدمات تحديد المواقع. أشوفكم المرة الجاية، ويا رب تكونوا كلكم بخير، وما تنسوش لو عندكم أي استفسارات أو أسئلة اكتبوها في التعليقات، وهكون سعيد جدا إني أرد عليها أو أعمل لكم حلقات بنجاوب عليها. أشوفكم المرة الجاية.